السلام عليكم. في فيديو يعني على السريع في بداية هذا الفيديو إشارتين، نفس الاسم ونفس العائلة، يعني هذه إشارة يطلق عليها اسم مربط الفرس، مربط الفرس، واضح إخواني؟ لاحظ إلى كيفية صنع الإشارة. وهذه إشارة أيضا هي مربط أيضا، ويطلق عليه مربط الفرس أيضا. هذا المربط له تصميم خاص، وهذا المربط له تصميم خاص. يعني تنظر إلى هذا المربط تراه يعني فوهة، أو هذا الثقب تراه مرتفع وله هذا السقف بهذا الشكل، لكن المربط الثاني تراه مجوف من هذا الاتجاه ومسقول من هذه الناحية وله مسار هكذا. هذا كشرح مبدئي. إن يعني تبعنا هذا الصخر، حافة هذه الصخرة، نجد هنا مربط آخر. يعني المرابط الأولى هي هذه، المربط الأول هو هذا، هذا هو المربط الأول، لاحظوا التشكيلة والتصميم. وهذا المربط الثاني، لاحظوا التشكيلة والتصميم. أما المربط الذي يوجد مقابل لهم من الناحية الأخرى، تصميم آخر، يعني عمودي سماوي، وهذا عمودي جانبي، وهذا عمودي أفقي. واضح الإخوان؟ يعني من منطلق الدرس، يعني المرابط فعلا لديه نفس الاسم، لكن تصميمها وتركيزها على عدة أشياء، يعني شرحها يختلف. واضح الإخوان؟ على بركة الله سوف نبدأ في هذا الشرح. يعني هذا المربط، هذا المربط تثبيت لنفس المكان، وهذا المربط أيضا تثبيت لهذا المكان. المكان هو عبارة عن قبر ملكي، لاحظوا القبر، توجد صخرة هناك وصخرة في هذا الاتجاه. انظروا تشكيلة القبر، هذا هو القبر، واضح إخواني؟ هذا قبر، رأسه هناك وقدميه في هذا المكان. هذا كشرح مبدئي. الشرح الثاني، يعني ننفرد بهذا المربط، لا ندمجه أو لا ندخله مع هذا الشرح، نقوم بشرحه، يعني نعطيه شرح خاص. هذا المربط كما قلت لكم هو سماوي عمودي، سماوي جانبي أفقي، له سيال من هذا الاتجاه، السيال يصب مباشرة إلى هذا المكان. ومن طبيعة الحال هذا المربط يثبت هذا المكان ثم الانسياق مع السيال، وهذا أيضا بدوره أيضا، واحد اثنان ثلاثة، تثبيت للقبر في هذا المكان، واضح الإخوان؟ ثم الاتباع أو اتباع هذا المربط من هذه الناحية، من هذه الناحية نسقط في هذا المربع وهو عميق، مربع عميق، واضح الإخوان؟ يعني كنهاية لا يوجد شيء في هذا المنحدر. ثاني شيء نقوم بعكس الكاميرا من جهة اليسار لكي نثبت ماذا على هذه التشكيلة. هذه التشكيلة كما تلاحظون، هذا دفين، هذا دفين، وهذه الصخرة أيضا هي تسد باب الدفين، باب الدفين. وهذه الشجرة يطلق عليها هي من نوعية الصبار، وهي قديمة جدا. وإلى هنا ينتهي هذا الفيديو، وهكذا يكون شرح المرابط والتثبيت هنا، يعني تثبيت القبر وهذا المكان. وإلى هنا ينتهي هذا الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.